وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم من الآن لقيام يوم الدين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. في البداية يطيب لي أن أكون بينكم مرة ثانية وأكون بخدمتكم. في آخر ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم، ليلة العيد، الليلة التي توزع فيها الجوائز، ليلة الجوائز. في ليلة القدر الله سبحانه وتعالى تقدم له الطلبات، حيث فيها يفرق كل أمر حكيم، وتقدر الأقدار وتكتب الأرزاق والأعمار. وفي ليلة القدر توزع، أستغفر الله، في ليلة العيد توزع، فكل ما طلبناه في ليلة القدر في هذه الليلة الله سبحانه وتعالى يرسله لنا. وفي صبيحة هذا اليوم، هذه الليلة، في صبيحة هذه الليلة يخرج المسلمين لتلقي هذه الجوائز في صلاة العيد. وعادة باعتبار أن تلقي الجوائز وتلقي الطلبات وقضائها دائما ما يحوطه جو الفرحة، لذلك كان العيد دائما مليء بأجواء الفرحة والسعادة. أول شيء وأول توصية نوردها إلى الأحبة هي في الغد افرحوا وأفرحوا، افرحوا وأفرحوا، افرحوا لأنكم سوف تحصلون على الطلبات وعلى على الحوائج التي تقدمتم بها بين يدي الله سبحانه وتعالى. افرحوا لأنكم، والتفتوا إلي بعد، والتفتوا إلي بعد، والتفتوا إلي بعد، التفتوا إلي، بارك الله فيك. افرحوا لأنكم سوف تحصلون على نتاج عملكم، سوف تحصلون على طلباتكم، سوف تحصلون على حوائجكم غدا نهارا إن شاء الله. وأفرحوا لأن الأطفال يجب أن يعيشوا الأجواء الجميلة، فيكون ارتباط بين فرحهم بين هذا اليوم، يكون ارتباط بين فرحهم وبين هذا اليوم. أفرحوهم كما موجود في الروايات بإطعامهم الطعام الذي لا يأكلونه على العادة. في الروايات أنه مطلوب أنك أنت تتحف أبنائك، عائلتك، بطعام عادة ما يكون متوافر إليهم طوال السنة. هذا باعتبار أن زمن صدور الرواية كان هذا الجو موجود، مثلاً الفاكهة الفلانية والفاكهة الفلانية ما كانت موجودة على طول العام، هذه فاكهة صيفية تأتي في الصيف، فاكهة شتوية تأتي في الشتاء، ولأن بعض الفواكه الحصول عليها حصول على الأمور النادرة، فكانت الروايات تتحدث أنه في مثل هذا اليوم اخذوا هذه الفاكهة وأتحفوا بها أبناءكم وعوائلكم. لكن باعتبار هذه الأيام
أن هذه الفواكه موجودة، هذا الطعام موجود دائماً، هذا الطعام موجود دائما، فأنت اتحفه بشيء يحبه. العيدية أمر هو يحبه، ثياب الجديدة أمر هو يحبه، الهدية أمر هو يحبه. اربط الهدية بالعيد، المال اللي تعطيه الأولاد العيدية اسمها عيدية لأنها مرتبطة بالعيد. فأفرحوا أبناءكم، أفرحوا عائلتكم، خلوا هذا اليوم يكون مميز على مستوى الفرحة. نعم عندنا هموم تختلجنا وعندنا آلام تختلجنا، ما موجود الآن على مستوى التشيع في مكان من الأماكن إلا وفي هم، لكن احنا مأمورين من عند الأمة عليهم السلام أن لا نخلط أفراحنا بأحزاننا. وقت الفرح مطلوب فيه الفرح، ووقت الحزن مطلوب فيه الحزن. يجب أن نراعي من يعيش الحزن ونوقف وياه، مو بأن نحن ما نظهر الفرح، لا، بأن نحن نكون موجودين في حياته، بأن نحن نكون موجودين معه. يعني العائلة التي عائلها مسجون، عندها فرد من عائلتها مسجون، وأكيد لما يجلسون الصباح يحبون يكونوا موجود وياهم، احنا لازم نكون أداة لسد هذا الفراغ. فأفرحوا، افرحوا وأفرحوا الآخرين، هذه أول توصية. توصية ثانية، أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن خاف الوعيد، أو إنما العيد لمن أمن الوعيد. وكيف يأمن الإنسان وعيد الله سبحانه وتعالى؟ أليس بما يقدمه من عمل؟ أليس بما يقدمه من عبادة؟ أليس بما يقدمه من صالحات؟ أنا لما يكون هنالك وعيد، الله سبحانه وتعالى عنده وعد وعنده وعيد، عنده وعد وعنده وعيد. في الوعد كما يقولون أنه يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفي بوعده، وقد وعدنا الجنة، وقد وعدنا الجنة. أما الوعيد الذي عادة الوعيد يأتي مع النيران والعذاب والعقاب، فلا يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفي بوعيده. نعم هو وعد، هو توعد بالعقاب لمن يترك، لمن يتجاسر، لمن يذنب ويعصي ويأثم، ولكن احنا في يوم، هذا اليوم كل واحد مرهون بما قدم، كل واحد مرهون بما اكتسب. انا آمن مقدار من الوعيد بمقدار ما قدمت، فانت لازم هاي الليلة ما تروح ليلة بدون فائدة. هذه الليلة اللي هي ليلة العيد، هذه الليلة التي هي ليلة العيد، لابد أن لا تكون بغير فائدة، لابد أن لا تكون بغير تحصيل، بغير تقديم. قد تكون هذه آخر فرصة أكون أنا في مشهد وفي يوم من أيام الله سبحانه وتعالى لكي أقدم. فإذا كانت هذه آخر فرصة لي فأنا قدمت، وأسأل الله سبحانه وتعالى، وهو الذي قال أنه لن يلتزم بوعيده ويلتزم بوعده، أنه يفي بوعده بالجنة على ما قدمت، وأن يؤمنني من وعيده بما قدمت. فالعيد ليس لمن لبس الجديد، ليس لمن، يعني احنا ما نبي عيد صورة، ما نبي عيد صورة. العيد الصورة جميل، العيد الصورة جميل، لكن العيد الحقيقي الذي فيه أنا متزين ولابس الجديد ومبتسم في وجه الآخرين، فرح وأفرح الآخرين، وهم كذلك أنا علاقتي بالله سبحانه وتعالى علاقة ممتازة، وعلاقة مع الله سبحانه وتعالى متكاملة، وعلاقة مع الله سبحانه وتعالى لا يشوبها شيء،
فعلا يحق لي غدا أن أعيد، أن أعيش الفرحة، أن تكون هذه الفرحة فرحة فرحة منتشرة في حياتي الخارجية وفي حياتي الداخلية. لابد أن يكون هذا العيد ملتفت فيه إلى الفقراء والمساكين، وعلى هذا الأساس شرع الله سبحانه وتعالى زكاة الفطرة. سابقا الأعياد ما هي مثل الأعياد في هذا الزمن، ما مطلوب إن من الواحد أنه يعني يعيش الجو الاجتماعي مثل الآخرين. سابقا كل بنفسه بما يستطيع، ولأن نحن نعيش في هذه الأجواء، فلما يكون واحد مو لابس الجديد، ولما يكون واحد حامل الهم في يوم العيد يكون مميز عن الآخرين. الله سبحانه وتعالى بل الجميع على قدم المساواة مع بعض، فلذلك شرع هذه الزكاة بحيث أن أنا أعطي من مالي إتماما لصيامي. الزكاة إتمام للصيام، أعطي من مالي بالمقدار المعين والمحدد إلى الفقير. وعشان هذا الأمر يكون فعال أكثر، لابد على الأحبة القائمين على جمع الزكاة وتوزيع الزكاة أن يخلون جمع الزكاة وتوزيع الزكاة أكثر فعالية. يعني شنو يصير أكثر فعالية؟ يعني الآن إحنا في هذه القرية، قرية معروفة، بلدة معروفة، إحنا الحكم مالها أن الزكاة ما تطلع خارج القرية. ليش؟ لكي يستفيد فقراء القرية أكثر من غيرهم، أكثر قدر ممكن. كثير ما كان هذا الاقتراح موجود، وأنا أتمنى من الأحبة لو أنهم يفعلونه، أن زكاة الفطرة تجمع في بداية شهر رمضان، أقل تقادير في نصف شهر رمضان، على نحو الدين. على نحو الدين، كلكم تعرفون المسألة الشرعية، على نحو الدين إن إحنا نجمعها ونوزعها على الفقراء، بحيث أنه إذا جمعت ووزعت قبل يوم العيد استفاد منها الفقير أكثر من استفادته منها في يوم العيد. صح لو لا؟ بحيث أنه استفادته الآن، هو يريد يشتري ثياب جديدة إلى أولاده، يريد يتحفهم بهدايا، يريد يتحفهم بطعام معين بكذا. إذا كان هذا في يوم العيد، إذا هذا صار في يوم العيد، صار الأمر متأخر، صار الأمر متأخر، وقد يضطر إلى التدين. زين، هو له حق، احنا بنقدم هذا الحق وعندنا مخرج شرعي إليه، قضية ان احنا ندفع على قضية على اساس انه دين ويحسب فطرة في يوم العيد. وهذا فيه اصلا يعني راحة هم كذلك للناس اللي يجمعون الزكاة ويوزعونها، بدل ما يقعد مسكين من الصباح ويجمع، والسادة اللي وحدهم والعوام اللي وحدهم، ويجمع ويشوف العوائل من المحتاجة وإلخ إلخ إلخ، ومتى يجمعونهم كامل ويشتغلون بعضهم إلى الزوال، بعضهم يشتغلون إلى المغرب في جمعها وتوزيعها. وين ليش خلهم هذا بعد جماعة الصندوق ولا يقومون يبون يعيدون لو يروحون يسوون أمورهم، فخلهم يرتاحون يقومون بهذا الأمر مثلا في منتصف شهر رمضان، ليلة النصف. أنا شفت ليلة النصف هني كامل القرية موجودة، يدفعون الزكاة مالتهم انتهى الأمر. فأحنا لما نقدم الزكاة ونوزعها صار أفضل، هم على مستوى المعطي، بحيث أنه موجود عنده المال يقدر يعطيه، وهم على مستوى المعطى بحيث أنه يستفيد من المال قبل يوم العيد، وهم على مستوى الجامع العاملين عليها، الجامع والموزع، لأنه بيصير أفضل يوم العيد.
فإذا أيها الأحبة، أنا أتمنى أن هذا الاقتراح يكون إليه حضور صدى عند الأحبة ويكون فاعليته إن شاء الله من السنة القادمة، وفي فائدة كثيرة على مستوى القرية. طبعا زكاة الفطرة، زكاة الفطرة كما تعلمون أنها تجب، أنا بجيب مسألة بس سريعة كذي لأن كثير من الناس يسألون عنها، تجب على من أعيله، على المعيل وفي يوم عيده، على المعيل وفي يوم عيده. أما الضيف سواء من كان هذا الضيف، لأن كثير ما يصير يعني في هاي الليلتين الأسئلة كانت تدور أكثرها على هذا المحور، واحد خاطب واحدة مخطوبة، هذا الخاطب راح بيت عمه ليلة العيد يتفطر، فهل يجب على عمه إخراج الزكاة عنه أو لا؟ هذه مسألة. هذه البنت متزوجة راحت بيت أبوها تتفطر ليلة العيد، على أبوها يطلع عنها الزكاة أو لا؟ هذه مسألة. واحد عزم صديقه ليلة العيد في بيتهم وجو تفطر، هل يجب عليه إخراج زكاة عن هذا الضيف أو لا؟ كلها تحل يحلها قضية الإعالة. إحنا لما نفهم الموضوع بهي الطريقة، هذا الخاطب اللي راح بيت عمه يتفطر يصدق عليه العيلة في ليلة واحدة؟ ما تصدق عليه العيلة في واحدة، فما يصير على عمه يعني هم ماخذ بنتنا وهم بعد بنفطره وهم بعد بندفع عنه هذا الزكاة بعد هالوقت. حتى لو كان راح كل ليلة إذا ما صدق عليه عنوان الإعالة ما يطلعون عنه الزكاة. هذه البنت اللي راح متزوجة وراحت ليلة العيد وتفطرت في بيت أبوها، هل أعاد عنوان الإعالة إليها هذا الفطور؟ ما أعاده، ما تسمى معين، لا زال هي في ذمة زوجها، إعالتها في ونفقتها على زوجها، ما تصدق عليها عنوان العيلة ما يطلع عنها، ما أبوها ما يزكي. أنا عزمت صاحبي وقلت له تعال تفطر عندي ليلة العيد وجاء وتفطر، هل يصدق علينا نعلته؟ ليلة واحدة جاء الرجال، حتى لو ليلتين حتى لو ثلاث، الضيف الذي يصدق عليه عنوان العيلة هو الذي نخرج عنه صدقة أو فطرة العيد أو فطرة زكاة الفطرة. أما غيرهم لا. أما إذا أنا معين تمام. شيء آخر، الخادمة نطلع عنها زكاة الفطرة أو لا؟ لازم، لأن تعتبر هذه تأكل من عندك وأنت المعيل إليها، فيطلع لازم تطلع عنها زكاة الفطرة. العنوان هو هذا، العيلة باعتبار أنها في معولة بالنسبة إلي يجب علي أن أخرج زكاة الفطرة عنها. تفضل. اي لا، عنوان العيلة لازم انت المعيل اليها، اما لو هي جاية كضيفة اولاد بنتك، اذا كانوا اذا يصدق انك انت المعيل اليهم فتطلع عنهم الى ما في يعني امر متعلق بالست ليالي او بالشهر او باليومين او بالثلاثة، بصدق العنوان، هذا العنوان يصدق عليهم أنه أنت عائل مالهم في هذه الفترة، هو أنت إذا حتى الضيف عنوان أنك أنت تعيله أو ما تعيله في هذه الفترة أنت العائل عنهم، خلاص مو أنت اللي تطلع الفترة مالتهم، يطلعها يسمونه العائل. العائلة يعني شنو؟ يعني أنت اللي تصرف عليهم؟
انتهى الموضوع خلاص، مو انت اللي تصرف عليهم، هم جاء وقالوا لك ها جول هذا اصرف عليهم في كذا، فمو انت اللي تعيلهم، مو انت اللي تعيلهم، مو انت اللي يطلع عنهم صدقة الفطرة. فبهي هذا احنا لما نفهم هذا العنوان تنحل عندنا كثير من المسائل. تفضل. صرف له اي، بس انا اعطيتك، انا جيت عندك وحطيت في ايدك فلوس وقلت اليك اصرف، فانت مو تصرف من عندك. الحين هاي الوجبات فعلا استوت في البيت واكلت انت في البيت، بس مو من عندك، وانت اللي تصرف عنها. لا هذا بصرفت صرف ان انا عيلهم، هذا انا اقول له هذا الامر الصرف ان انا عيلهم، وعيلهم ان انا هذين في ذمتي بحيث ان نفقتهم توجب علي انا، يعني كذي هذا بمعنات ان انا قاعد اصرف عليهم. اما انا اعطي ربي اروح البراد، انا اروح بيت صديقي ولد هناك جو ربي اروح البراد، ما صرفت عليها الحين أنا. فبهي الطريقة احنا لما نفهم هذا العنوان نفهم بعد كثير من مسائل زكاة الفطرة، حتى اخراج الزكاة من القرية. لو ان القرية هذه الفقراء مالها محدودين، زين، وانا هذا الفقراء اقدر اغنيهم ويصير عندنا زيادة، أغنيهم يعني أن نعطيهم ما يبلغون به مرحلة الغنى ويصير زيادة. هذه الزيادة نقدر نطلعها برا القرية نعطيها إلى القرى المجاورة. في زكاة الفطرة ما يجوز أن احنا نطلعها خارج القرية، لكن بالحل اللي ذكرناه في البداية نقدر أن احنا نطلعها، اللي هو أن عن قضية الدين ممكن أن أنا أقدر أطلعها خارج القرية على نحو الدين، بس هذا عقب ما أغني فقراء مالي يعني وأخليهم يستانسون ونغدق عليهم وخليهم مرتاحين. فإذا أيها الأحبة احنا تكلمنا في ثلاثة أمور الآن. رقم واحد اللي تكلمنا فيه قلنا أن هذه الليلة ليلة توزيع الجوائز، وغدا صبيحتها راح نعيش الفرحة، فلا بد أن نفرح ونفرح، يجب أن نفرح ونفرح، فرح افرحوا أنتون وأفرحوا من حواليكم. اثنين اتكلمنا وقلنا أن أمير المؤمنين يقول ليس العيد لمن خاف لمن لبس الجديد، بل العيد لمن أمن الوعيد. فأنت بشنه راح تأمن وعيد الله سبحانه وتعالى؟ الليلة يحتاج من عندك عمل. ثلاثة، أداء زكاة الفطرة تكميل إلى الصيام، فتح باب، كأنما هو هذا باب مفتوح، وهذا الباب وهذا المفتاح ماله زكاة الفطرة. احنا قمنا بأمور كثيرة، تعبدنا في هذا الشهر الكريم وتقدمنا كثير من الطلبات بين يدي الله سبحانه وتعالى، وباكر أريد أن أنا أحصل الجوائز. مفتاح حصولنا على الجوائز هو أداء زكاة الفطرة، هو أداء زكاة الفطرة. وزكاة الفطرة تكلمنا قضية الإعالة وتوضيح قضية الإعالة، إذا وضحت راح تصير الأمور واضحة في قضايا مسائل زكاة الفطرة. أيها الأحبة، ليلة عبادة، وإحنا نلاحظ أنه في كل الليالي التي فيها عبادة وكل المواقف التي فيها عبادة لله سبحانه وتعالى، عادة ما يكون للإمام الحسين حضور. سبحان الله، الآن ليلة العيد في مذكور زيارة الإمام الحسين، غدا تصلون صلاة العيد وزيارة الإمام الحسين، ليلة القدر زيارة الإمام الحسين، دائما موجود زيارة الإمام الحسين في كل مكان. فلذلك احنا لازم نفهم ثورة الإمام الحسين فهم صحيح،
نتعمق أزيد فيها. وإذا تعمقنا أزيد فيها بنعرف هذا الرجل شنو قدم، ولأجل ما قدمه وجب أن احنا نذكره في كل مواطن الدعاء وفي كل مواطن العبادة. فلذلك إن شاء الله من محطات هي الليلة زيارة الإمام الحسين. فإذا زرنا الإمام الحسين وإحنا نتمنى أن احنا نكون في كربلاء، الله يوصلنا وياكم يا رب. والله هذه المنطقة بقعة من الجنة، هذه المنطقة فعلا 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 لها مكان كبير. أسأل الله أن احنا نكون من حواضرها إن شاء الله في أي يوم، في أي مكان، في أي وقت، في أي زمان، نتشرف بالحضور عند قبة الإمام الحسين وندعو الله سبحانه وتعالى عن قبته، لأن الدعاء تحت قبة الإمام الحسين ببركة الإمام الحسين مستجاب. وإذا الآن توجهنا إلى إلى زيارته، بعد الزيارة نرصد هم كذلك طلباتنا. الله يحب يسمع أدعيتنا، يحب أنه يقضي حوائجنا، فقدموا بين يدي الله سبحانه وتعالى حوائجكم عشان باكر تحصلون هذه النتاج، نتاج هذه الحوائج، وتحصلون الجوائز. والله سبحانه وتعالى يعطي بما هو هو، ما يعطي بما نحن نحن. شنو اللي احنا قدمناه بين يديه؟ شنو سويت أنا؟ شنو أعطيت أنا؟ وأنا عندما أعطيت وعندما عبدت وعندما سويت فبقوتك يا رب، أنا شنو عندي؟ فأعطني بما أنت ليس بما أنا. وإذا الله أعطى بما هو فما يرضى لعطائه أن يقل عن الجنة. وإحنا ما نبي بس الجنة، نبي نكون مع محمد وآل محمد في درجة واحدة. اللهم صل على محمد. فإذا أيها الأحبة نتوجه إلى الدعاء، نتوجه إلى الزيارة ونزور الإمام الحسين. أولا الدعاء وبعد ذلك الزيارة. فنتوجه بين يدي الله سبحانه وتعالى بقلوب خاشعة وأنفس صادقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد.
اللهم إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا من لا يرغب في الجزاء، ويا من لا يندم على العطاء، ويا من لا يكافئ عبده على السواء، منتك ابتداء وعفوك تفضل وعقوبتك عادل وقضاؤك خيرة، إن أعطيت لم تشب عطاءك بمن، وإن منعت لم يكن منعك تعديا، تشكر من شكرك وأنت ألهمته شكرك، وتكافئ من حمدك وأنت علمته حمدك، تستر على من لو شئت فضحته، وتجود على من لو شئت منعته، وكلاهما أهل منك للفضيحة والمانع، غير أنك بنيت أفعالك على التفضل، وأجريت قدرتك على التجاوز، وتلقيت من عصاك بالحلم، وأمهلت من قصد لنفسه بالظلم، تستنظرهم بأناتك إلى الإنابة، وتترك معاجلتهم إلى التوبة، لكي لا يهلك عليك هالكهم، ولا يشقى بنعمتك شقيهم إلا عن طول الإعذار إليه، وبعد ترادف الحجة عليه، كرما من عفوك يا كريم، وعائدة من عطفك يا حليم. أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك وسميته التوبة، وجعلت على ذلك الباب دليلا من وحيك لئلا يضلوا عنه، فقلت تبارك اسمك: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. فما عذر من أغفل دخول ذلك المنزل بعد فتح الباب وإقامة الدليل، وأنت الذي زدت في السوم على نفسك لعبادك، تريد ربحهم في متاجرتهم لك، وفوزهم بالوفادة عليك، والزيادة منك، فقلت تبارك اسمك وتعاليت: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. وقلت: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا،
وما أنزلت من نظائرهن في القرآن من تضاعيف الحسنات، وأنت الذي دللتهم بقولك من غيبك وترغيبك الذي فيه حظهم على ما لو سترته عنهم لم تدركه أبصارهم ولم تعه أسماعهم ولم تلحقه أوهامهم. فقلت فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وقلت لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقلت ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسميت دعاءك عبادة وتركه استكبارا وتوعدت على تركه دخول جهنم داخرين. فذكروك بمنك وشكروك بفضلك ودعوك بأمرك وتصدقوا لك طلبا لمزيدك، وفيها كانت نجاتهم من غضبك وفوزهم برضاك. ولو دل مخلوق مخلوقا من نفسه على مثل الذي دللت عليه عبادك منك كان موصوفا بالإحسان ومنعوتا بالامتنان ومحمودا بكل لسان. فلك الحمد ما وجد في حمدك مذهب، وما بقي للحمد لفظ تحمد به ومعنى ينصرف إليه، يا من تحمد إلى عباده بالإحسان والفضل وغمرهم بالمن والطول ما أفشى فينا نعمتك وأسبغ علينا منتك وأخصنا ببرك هديتنا لدينك الذي اصطفيت وملتك التي ارتضيت وسبيلك الذي سهلت وبصرت نزل الفتى لديك والوصول إلى كرامتك. اللهم وأنت جعلت من صفايا تلك الوظائف وخصائص تلك الفروض شهر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهور وتخيرته من جميع الأزمات والدهور وآثرته على كل أوقات السنة بما أنزلت فيه من القرآن والنور وضاعفت فيه من الإيمان وفرضت فيه من الصيام ورغبت فيه من القيام وأجدلت فيه من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ثم آثرتنا به على سائر الأمم واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل، فصمنا بأمرك نهاره وقمنا بعونك ليله متعرضين بصيامه وقيامه لما عرضتنا له من رحمتك وتسببنا إليه من مثوبتك. وأنت المليء بما رغب فيه إليك الجواد بما سئلت من فضلك، القريب إلى من حاول قربك وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حمد، وصحبنا صحبة مبرور وأربحنا أفضل أرباح العالمين ثم قد فارقنا عند تمام وقته وانقطاع مدته ووفاء عدده، فنحن مودعوه وداع من عزى فراقه علينا وغمنا وأوحشنا انصرافه عنا، ولزمنا له الذمام المحفوظ والحرمة المرعية والحق المقضي،
فنحن قائلون السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا وعي ويا عيد أوليائه السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات ويا خير شهر في الأيام والساعات السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال ونشرت فيه الأعمال السلام عليك من قرين جل قدره موجودا وأفجع فقده مفقودا ومرجو آلم فراقه السلام عليك من أليف آنس مقبلا فسار وأوحش منقضيا فماض السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب السلام عليك من ناصر أعان على الشيطان وصاحب سهل سبل الإحسان السلام عليك ما أكثر عتقاء الله فيك وما أسعد من رعى حرمتك بك السلام عليك ما كان أمحاك للذنوب وأسترك لأنواع العيوب السلام عليك ما كان أطولك على المجرمين وأهيبك في صدور المؤمنين السلام عليك من شهر لا تنافسه الأيام السلام عليك من شهر هو من كل أمر سلام السلام عليك غير كريه المصاحبة ولا ذميم الملابسة السلام عليك كما وفدت علينا بالبركات وغسلت عنا دنس الخطيئات السلام عليك غير مودع برما ولا متروك صيامه سأما السلام عليك من مطلوب قبل وقته ومحزون عليه قبل فوته السلام عليك كم من سوء صرف بك عنا وكم من خير أفيض بك علينا السلام عليك وعلى ليلة القاد التي هي خير من ألف شهر السلام عليك ما كان أحرصنا بالأمس عليك وأشد شوقنا غدا إليك السلام عليك وعلى فضلك الذي حرمناه وعلى ماض من بركاتك سلبنا السلام اللهم إنا أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به ووفقتنا بمنك له حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله أنت ولي ما آثرتنا به من معرفته وهديتنا له من سنته وقد تولينا بتوفيقك قيامه وقيامه على تقصير وأدينا فيه قليلا من كثير اللهم فلك الحمد إقرارا بالإساءة واعترافا بالإضاعة ولك من قلوبنا عقد الندم ومن ألسنتنا صدق الاعتذار فأجرنا على ما أصابنا فيه من التفريط أجرا نستدرك به الفضل المرغوب فيه ونعتاض به من أنواع الذخر المحروص عليه وأوجب لنا عذرك على ما قصرنا فيه من حقك وابلغ بأعمارنا ما بين أيدينا من شهر رمضان المقبل فإذا بلغتناه فأعنا على تناول ما أنت أهل من العبادة
وأدنا إلى القيام بما يستحقه من الطاعة، وأجر لنا من صالح العمل ما يكون دركا لحقك في الشهرين من شهور الدهر. اللهم وما ألممنا به في شهرنا هذا من لمم أو إثم أو واقعنا فيه من ذنب واكتسبنا فيه من خطيئة على تعمد منا أو على نسيان ظلمنا فيه أنفسنا أو انتهكنا به حرمة من غيرنا، فصل على محمد وآله واسترنا بسترك واعف عنا بعفوك، ولا تنصبنا فيه لأعين الشامتين، ولا تبسط علينا فيه ألسن الطاعنين، واستعملنا بما يكون حطة وكفارة لما أنكرت منا فيه برأفتك التي لا تنفاد، وفضلك الذي لا ينقص. اللهم صل على محمد وآله واجبر مصيبتنا بشهرنا، وبارك لنا في يوم عيدنا وفطرنا، واجعله من خير يوم مر علينا، أجلبه لعفو وأمحاه لذنب، واغفر لنا ما خفي من ذنوبنا وما علان. اللهم اسلخنا بانسلاخ هذا الشهر من خطايانا، وأخرجنا بخروجه من سيئاتنا، واجعلنا من أسعد أهله به وأجزلهم قسما فيه وأوفرهم حظا منه. اللهم ومن رعى هذا الشهر حق رعايته وحفظ حرمته حق حفظها وقام بحدوده حق قيامها، واتقى ذنوبه حق تقاتها، أو تقرب إليك بقربة أوجبت رضاك له وعطفت رحمتك عليه، فهب لنا مثله من وجدك، وأعطنا أضعافه من فضلك، فإن فضلك لا يغيض، وإن خزائنك لا تنقص بل تفيض، وإن معادن إحسانك لا تفنى، وإن عطاءك للعطاء وإن عطاءك للعطاء المهنى. اللهم صل على محمد وآله، واكتب لنا مثل أجور من صام أو تعبد لك فيه إلى يوم القيامة، واكتب لنا مثل أجور من صامه أو تعبد لك فيه إلى يوم القيامة. اللهم إنا نتوب إليك في يوم فطرنا الذي جعلته للمؤمنين عيدا وسرورا، ولأهل ملتك مجمعا ومحتشدا من كل ذنب أذنبناه أو سوء أسلفناه أو خاطر شر أضمرناه، توبة من لا ينطوي على رجوع إلى ذنب ولا يعود بعدها في خطيئة، توبة نصوحا خلصت من الشك والارتياب، فتقبلها منا وارض عنا وثبتنا عليها. اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعيد وشوق ثواب الموعود، حتى نجد لذة ما ندعوك به وكأبة ما نستجيرك منه، واجعلنا عندك من التوابين الذين أوجبت لهم محبتك،
وقبلت منهم مراجعة طاعتك يا أعدل العادلين. اللهم تجاوز عن آبائنا وأمهاتنا وأهل ديننا جميعا، من سلف منهم ومن غبر إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد نبينا وآله كما صليت على ملائكتك المقربين، وصل عليه وآله كما صليت على أنبيائك المرسلين، وصل عليه وآله كما صليت على عبادك الصالحين، وأفضل من ذلك يا رب العالمين. صلاة تبلغنا بركتها وينالنا نفعها ويستجاب لها دعاؤنا، إنك أكرم من رغب إليه وأكفى من توكل عليه وأعطى من سئل من فضله، وأنت على كل شيء قدير. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا برحمتك يا أرحم الراحمين، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عن كل مريض، اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم انصرنا على من ظلمنا يا كريم، وارحم موتانا وموتى المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي، مولاي أبا عبد الله الحسين، زيارة مني ونيابة عن والدي ووالد والدي وأخوتي وأخواتي وجيراني وأهل بيتي وأقربائي وأصدقائي حيهم وميتهم، وعلى الخصوص مولاي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه، ومن أوصاني بالدعاء والزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح أمين الله،
السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد صلى الله عليه وآله حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي حجة الله، السلام عليك أيها الوصي البر التقي، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده حتى استبيح حرمك وقتلت مظلوما، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا بطل المسلمين يا مولاي، أشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجزك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مذلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، إنا لله وإنا إليه راجعون يا مولاي، أنا موال لوليكم ومعاد لعدوكم، وأنا بكم مؤمن وبأيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، يا مولاي أتيتك خائفا فأمني، وأتيتك مستجيرا فأجرني، وأتيتك فقيرا فأغنني، سيدي ومولاي أنت مولاي حجة الله على الخلق أجمعين، آمنت بسركم وعلانيتكم وبظاهركم وباطنكم وأولكم وآخركم، وأشهد أنك التالي لكتاب الله وأمين الله الداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لعن الله أمة ظلمت وأمة قتلت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، السلام على الحسين بن علي المظلوم الشهيد قتيل العبرات وأسير الكربات، اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك الثائر بحقك، أكرمته بكرامتك وختمت له بالشهادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة، وأكرمته بطيب الولادة
وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء فأعذر في الدعاء ومنح النصيحة وبذل مهجته فيك حتى استنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه من الآخرة بالأدنى وتردى في هوى وأسخطك وأسخط نبيك وطاع من عبا من عبادك أولى الشقاق والنفاق وحملة الأوزار والمستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر لا تأخذوا في الله لومة لائم حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه اللهم لعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن خاتم النبيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك أيها المظلوم الشهيد بأبي أنت وأمي عشت سعيدا وقتلت مظلوما شهيدا السلام عليكم أيها الذابون عن توحيد الله السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار بأبي أنتم وأمي فزتم فوزا عظيما ورحمة الله وبركاته اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وأفلح من يصلي على محمد وآله الطيبين الطاهرين